ايوه جاي. ولا بدوي؟ ايوه يا باشا. انت حاطط لي كام معلقه سكر هنا يالا؟ اتنين يا باشا. انا بشرب باتنين؟ لا تلاته يا باشا. اجري هات معلقه اجري. بس كده عينيا. ايه ده؟ ازيك يا ابو رحام؟ أنا ألف سلامة ليك. مالك؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عادل؟ ايه اللي حصل لك يا ابو رحام؟ بقول لك ايه يا عادل؟ ما تعرفليش سكة عيال بلطجية؟ ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه؟ وانا مش هسيب حاجة يعني مش هسيب حاجة ولازم انزل اتخانق تاني. ايوه بس يعني ابو رحاب متهيألي استنى لغاية اما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب، يعني تتضرب على مية بيضة. انا ابو رحاب علشان نوروز يتعمل كده فيا ويحصل لي ده؟ ايه اللي حصل لك بس يا ابو رحاب؟ اه يا رباب. ابو رباب اخوك؟ اخويا هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل. مات الباقي في حياتك. حياتك الباقي؟ والله انا ما اعرفش، انا لو كنت اعرف كنت جيت عزيت يعني. وهو كان عيان ولا ايه؟ صحته كان ازاي البوم؟ شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك ياسمين، وكان قاعد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخت مراته، وهوب طب مات. طب استاذن انا بقى ابو رحاب. تستاذن ايه؟ ما كملتلكش. اصلي بقى ده ساب ورث كبير قوي. الورث ده كل واحد ليه قرش فيه قعد يعض في اخوه، وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل. ابو ايهاب عض في الكل؟ طب وانت عملت ايه؟ ما هي الحب ما شكتتش، عضت في ايهاب وايهاب ما شكتش. عض في ام رحاب. عليك نور. انا بقى ما شكتش انا راف. وانت برضو عديت فيه، بس عديت ايه؟ انت واضح ان انت اللي خدت عض، ما لحقتش تعض بقى. بقى انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كله الصلح، وخلاص كنا هنصطلح ونبقى كويسين. جت ام رحاب عضت ام رباب، الدنيا ولعت، راحت جابت اخوها ابو خالد عض فينا كلنا. ايه العيله اللي اتسعر دي؟ عادل دولا 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 حبيبي عادل عادل دولا، انت مستجن ليه دولا؟ رمزي رمزي سيبني دلوقتي خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير. طب حس انه كبير بقى يا دولا فممكن يساعنا انا وانت. يا ابني انا بفكر في موضوع كبير مش في اوضه نوم تساعنا احنا الاثنين. سيبني يا رمزي لو سمحت. طيب خلي بالك بقى يا دولا، لان انت بتتصرف ساعات غلط، والغلط ده ممكن يقلب باخطاء. لا رمزي ابعد عني السعاد، يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا فكر. طب دولا انا يعني كنت عايز حاجه منك يعني، بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر. سر؟ انت عندك اسرار يا رمزي؟ قول يا ابني، قول لي اي سر انت عايزه. سرك في بير، انا ابن عمك. كنت محتاج منك 1000 جنيه سلف. ولا كاني سمعت حاجه. سرك في بير ما تقلقش. 1000 جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايع؟ تعمل بيهم ايه ال1000 جنيه؟ يا دول انا بقى عايز اعمل عمليه في عينيا علشان اشوف بيها من غير النضاره دي. يعني انت متضايق من النضاره؟ انت بتشوف كويس بالنضاره؟ طيب عايز تغير ليه النضاره يا ابني؟ بطل طمع بقى يا رمزي، بطل طمع. يعني يا دول يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي، ولا هيسيب وراه ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوتر يا ابني، اكيد من غير ما تقصد. فعلا الانسان هياخد معاه ايه رمزي؟ عايز اسالك سؤال مهم جدا، وفكر قبل ما ترد على طول. يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر، يعني ان شاء الله انت لقيتني مت. بعد الشر عليك يا دولا، انت لو مت انا مش هصحى. يا سلام يا سلام، اصيل يا ده رمزي. طبعا مش هتصحى من الزعل عليا طبعا. لا يا دولا، لان انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده. البزار والزفت؟ البزار والزفت؟ ماشي يا رمزي. طيب يعني عموما صحيت، ما انت مش معقوله هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك، اكيد هتتهبب تصحى. صحيت، تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه؟ يوه خد يا عم عندك. اول حاجه دولا رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدها على السرير، علشان انت نومك كله ترفيس. وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله ترفيس. نوم امي كمان كله ترفيس. ماشي ماشي،
انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اتكلم معاك يا رمزي. خلاص ليه يا دولا؟ لان كلامك كله ترفيه، ابعد عنا يا رمزي. طب دولا انت ما سالتنيش يا عم، بقى امك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني، امي هتنام في السرير لوحدها. لا يا دولا، امك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز الست الكبيره دي، هتقوم تجوزها وتشرد بقى البت ياسمين وتطرد رانيا مراتك دي، ورانيا هتقوم جايه هنا في البازار وتقوم طرداني بره. بس انا يا معلم مش هسكت لها، ما تزعلش يا دولا. ازعل ليه؟ ما انا بعد ما اموت اكيد ده مش هتبقى مراتي يعني، عادي. بالظبط، هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البازار، وبنتك ياسمين دي كده من شعرها، اطلعوا بره. وهقوم بقى جايب امي بقى هنا، هو انت اقعد مكانك في البازار يا دولا. طب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولا، زي ما انا انضف البازار، امي تهزقني. يعني الشر اللي انت عملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البازار كده؟ يخرب بيتك يا دولا. يا دولا القناعه كنز لا ينفذ. لا ينفذ، انا اللي غلطان اني بفتح اي مواضيع معاك. يا نهار ابيض، ذاك الرمزي لهبل بيفكر بالشكل ده. امال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دولا انا عندي فكيره اقولها لك. لا ما تقولش. عينيا حاضر. يا دولا اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت. اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انزل لهم سلطات زياده يعني؟ يا عم بقى افهم بقى. انا اسف، انا غبي، انا اسف. اتفضل حضرتك فهمني. اخلص. اتوصى دي يا دولا يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك، يعني كل واحده هي هتاخد ايه؟ بيتك قصدك الوصيه. الوصيه ايه يا عم بقى؟ الوصيه دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولا، بتاع احمد عبد العزيز واخته الكبيره لبنى عبد العزيز. ايوه صح، دول اخوات بقى محمود عبد العزيز ولاد الحاج عبد العزيز. يا جماعه انا جامعكم النهارده عشان اقول لكم إن الأعمار بيد الله. يا سلام، ومن إمتى عرفت المعلومة دي؟ أنا أقصد يعني أقول إن محدش ضامن يعيش لبكرة. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لأن المعادلة الرياضية بتقول إن العمر الافتراضي للإنسان يتناسب أو لا يتناسب جزئياً أو غير جزئياً مع حالته النفسية. أيوة، بس الرياضة عمرها ما بتطول العمر. المهم يا حبيبي إنك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخدة وتنام على طول. ايما المشكله بقى فنام على طول دي، يعني الموت طبعا علينا حق، يعني ده وضع طبيعي، وده اللي انا عايز اقوله لكم. يعني بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيره دي يا ابني؟ بس يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطه. يعني الكلام ده موجه ليكي يا مجيده. الحقي بقى، يلا قومي كفر عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه؟ يعني تمد ايدها في شغل البيت شويه. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوه، وكمان الصفحه بتاعتي بيضا ما فيهاش نقطه سودا ولا خدشه واحده. ليه اخر مره رشيتي امتى؟ يا جماعه ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم. في ايه اكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ ما بس بقى تسكتوا، خلي الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفه ماما عامله فيها مؤدبه، وادي الراجل فرصه خليه يعرف يتكلم. مؤكد عايزه منه مصلحه. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوه بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص انا بقى مش قايل حاجه، وانتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو انت كنت هتقول حاجه فيها مصلحه يعني حاجه كويسه؟ طب اهدى كده وقول، تحب اعمل لك شاي؟ انا اللي عامله نفسي مؤدبه ولا السوسه اللي عماله تدحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزه في مصلحتها حاجه؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمه للتاني؟ انا مستعد يعني استنى، بس اهم حاجه ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجه؟ استنى بقى، اوكي دي واحده، انت كلبه وقليله الادب ومش متربيه ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما خلاص هتشوف. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعه انا قررت اقسم ثروتي قبل ما اموت. ليه وانت حاسس ان هتجيلك ثروه قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحسبه بتاعت الثروه. تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحه وطوله العمر يا حبيبي. يا ماما الاعمار بيد الله، وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجه عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، احنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض في بعض. انا متاكد يا سناء ان انتوا هتعضوا في بعض، اذا كنت انتوا بتعضوا في بعض وانتوا ما حلكوش اللضه، امال بقى لما يبقى عندكم بازار والشقه دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا يعني.
لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بينا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما فرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منك. وانا يا ابني بشتغل وبصف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقول لك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي همسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك. يا عمي سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقول لك ايه يا عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. اه وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص. عادل انا ليا الشقه، ودي مش انانيه مني ولا حاجه اطلاقا. انت عارف يا بيبي الشقه من حق الزوجه، وده مثل شعبي معروف. الشقه من حق الزوجه ده مثل شعبي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما استفدتيش منها حاجه؟ بيبي شوف بقى، انا بقول لك اهو، انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي. انا بقول لك اهو، ده بالنسبه للشقه. اما بقى بالنسبه للبازار ودخل البازار، فكله هيبقى برضو ليا والبنتي. اعتقد ده حق مشروع. ده حق محشور وبالعافيه كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟